لله رب العالمين، حمد الشاكرين الذاكرين، ولا عقبة إلا على الظالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فله الحمد والشكر والمنة على عطائه الجزيل. ونشهد بأن الله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شهادة تتبعها الرضا والحب واليقين، شهادة منها الاختيار وليس بالإجبار وليس بالإكراه، لقوله عز وجل: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. وكلمة لا إكراه في الدين هذه قاعدة من قواعد الإسلام العظيم. ولمن يفقه في اللغة العربية، لا هنا ليست ناهية بل هي نافية، ولا النافية هو أو تسمى لا النافية للجنس. شو يعني لا النافية للجنس؟ تنصب الأول اسمها يسمى ينصب دائما وأبدا مهما كان موقعه من الجملة، وسماها العرب لا النافية للجنس، يعني أي جنس أو أي معنى من الكلام الذي يأتي من بعد لا النافية لا وجود له. يعني لو قال الله عز وجل لا نقطة إكراه في الدين كان الإسلام كله غلط، لقلت أنا أول واحد أنكر هذا الإسلام. والله شوف عظمة الإسلام، شوف عظمة القرآن، شوف دقة القرآن، أشهد بأنه كلام الله. شوف حركة في ناس بقول شو يعني ها أو هي ضمي أو كسرة أو شو بفرقها معه؟ بهي بتفرقش مع الإنسان الجاهل، أما مع الذي يعقل هنا تكمن عظمة الله تعالى. لا إكراه يعني أي نوع من الإكراه ليس من الدين، سواء كان عنفا كلاميا أو جسديا أو إغراضا أو تهديدا أو ترغيبا أو ترهيبا، ولو بالإشارة ولو بالتلميح ناهيك عن التصريح ليس من الدين. وبيجي بقول لك أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لك كلام، أي تناقض، إخواني أحبابي، أي حديث نبوي هو بخير فقير، أي حديث نبوي في أي موضع روي إذا كان تعارض تعارضا صريحا مع نص القرآن وضعه جدا. لو أكبر لفي قال، لو أطول لحية قالت عجلي. ليه؟ لا مسايرة على حسب القرآن، لا نرجح قول أي بشر على قول الله عز وجل، لأن الله حفظ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له إيه؟ لحفظه، وهو أول مصدر من مصادر التشريع. هذه مقدمة، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله الذي وقف يوما ما على حدود مكة مودعا إياها وعيناه الشريفتان تذرفان دمعا، قال: يا مكة إنك لا أحب بقاع الأرض إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت منك أبدا. وبكى صلى الله عليه وسلم، بكى بكاء مفارق لمسقط رأسه، لوطن، لأرض، في ظل مناسبة يوم الأرض الذي يصادف يوم الاثنين. لا بد أيها الإخوة من تنمية الشعور الوطني عندنا وعند أطفالنا وعند أبنائنا، لأن الشعور بالانتماء للوطن لا أقول اختفى لكن كاد
سبب مشاغل الدنيا وهمومها وكثرة مشاكلها جن الإنس. لكن تأتي تلك المناسبة لتربطنا من جديد بأرضنا بوطننا، لأن الأرض أيها الإخوة هي أساس وجودك. مع نقطة مهمة، الأرض ليست هي كل شيء، والأرض ليست أعز من الدين. شريك النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الدين تنازل عن وطنه، ترك وطنه. يعني القرآن الكريم حدد هذا المعنى الجميل عن قوم قد ظلموا، قال فيما كنتم يشكون من ظلم ومن مأساة، فأجابه الله عز وجل قل أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. يعني هذا الكلام جدا يجب أن يفهم بصورته الحقيقية. في بعض الناس يقدس الأرض أكثر من الدين ويعتبر الأرض هي الأساس. لا، أنا أقول لك الدين هو الأساس، والدين اللي المفهوم الحقيقي للدين، يعني مش الدين اللي يفهمه كثير من الناس، دين التخلف والهبل والجنون والجهل والتراجع والرجعية. يعني لما قال أحد منظري الفكر الشيوعي الماركسي، لما قال الدين أفيون الشعوب، يعني يحدد الشعوب، أنا أقول هذه الكلمة سجلوها علي وصدقوا علي، أنا أقول الدين أفيون الشعوب. لكن أي دين؟ إذا كان الدين دين التخلف والجهل والرجعية طبعا أفيون الشعوب طبعا. أما إذا كان الدين الحقيقي، يعني هو لما قال الدين أفيون الشعوب قاس الدين اللي كان يتحكم في أوروبا وفي العالم الغربي، دين الذي كان يدعو إلى الجهل، إلى الدكتاتورية، إلى تحكم السلطة الدينية في رقاب الشعوب واستغلالها استغلالا بشعا، طبعا هذا في الشعوب. لكن الدين الذي دعاك إلى العلم والتنوير والحرية والديمقراطية وأن تختار ما تقول وأن تقول ما تختار، هذا دين آخر، هذا ديننا، هذا إسلامنا الذي علمنا أن نقول الحق ولا نخشى في الله لومة لائم، وأن نقول ما نفكر، لا أن نخرس، لا أن نسكت، لا أن نصوم عن الكلام أبدا. وقولوا للناس حسنا، الكلمة الطيبة صدقة، قل الحق من ربكم، الرحمة النعمة المهداة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أمين الناس، أرحم الناس بالناس، دعا إلى الخير إلى الهدى الذي حصر رسالته بأداء إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، سيد الأخلاق عليه الصلاة والسلام. هذه إنما أداة حصر واستثناء إنما، فما الكاف والمكفوف في لغة العرب، يعني جعل أكبر مهمة لرسالته عليه الصلاة والسلام أن يدعو الناس إلى مكارم الأخلاق. الله أكبر، هذا دين ليس وفقنا للشعور. الدين الآخر اللي تشوه واللي تلطف واللي عبثت فيه أيدي البشر بسبب أطماعهم، بسبب جشعهم، بسبب شهواتهم، نعم هو أفرق في الشعور. أما الإسلام الحقيقي، الدين الحقيقي، الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام بالمفهوم الصحيح، ومرة أشدد يا جماعة بالمفهوم الصحيح، إنه في كثير ناس للأسف ومن المسلمين مخدر، مخدر. ليش مخدر؟ فهمه للإسلام مقلوب معكوس، لا يعمل على تغيير واقعه، بل يسلم بالواقع وينتظر إما قدوم المهدي وإما نزول عيسى عليه السلام. يقول لك يا عبد هذه الأرض لا تصلح ولا يمكن إلا بإذن الله، وبس سيدنا المهدي يصلحها، وبس المسيح يصلحها. يعني شو؟ شو يعني نسوي؟ نقعد وانتظر حتى يأتي الله بالفرج. إيه؟ ربنا يقول لك وقل اعمل فسيرى الله عمله ورسوله مين؟ كيف المؤمنين يعني؟ لأنه أنت عندما تعمل تخرج منك طاقة فنانة
فيتمثل لك. لما سيدنا عمر الله مرضى عن عمر ابي حفص وصلي على معلمه عليه الصلاه والسلام، راى رجلا يجلس في المسجد، قال ما صنعكم؟ قال والله ما صنعك لي. كيف لا؟ قال ما صنعك لك؟ اما علمت ان الله يحب ذا الحرفه؟ صح، صنع الله بحرفه. حصل كان مجلس فيها، من يكفيك مؤنجا؟ من توكله؟ قال الله. فمسك الدرهم على راسه، قم فان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. روح اشتغل، روح في الارض في ظل يوم الارض. ما تفكر مصلحتك تضعف يوم الارض، لا. يعني ايش يعني تاثر عن انت لما انت تعطل مصلحتك؟ بالعكس، نحن نريد اقتصادا قويا، لانه اذا انت اقتصادك قوي ايها الاخوه انت قوي في كل شيء، واذا اقتصادك مسحوق انت مسحوق في كل شيء. الان الاقتصاد ولا القلوب؟ الدول الان يعني ترتب مش بما تملك من رؤوس نوويه وتملك من جيوش، لا، اقتصاديا بالاول. يعني العملاق الاسيوي الان الصين باي شيء يمتاز؟ مش بكثره اعدادهم ولا جيشهم ولا عسكرهم، وانما ايش؟ اقتصادهم. اشتد العالم بالاقتصاد، كيفما تلتفت يمينا شمالا تجد صنعتهم حولك، حتى السجاد اللي بتصلي عليها هم صنعوها، المسبح اللي بتسبح فيها ايها المسلم هم صنعوها. ونحن اولى الناس بان ننتج، نحن العرب والمسلمون اولى الناس ان نكون امه منتجه مصدره فعاله خلاقه مبدعه. لكن هيهات ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. يعني دول الغرب، يابان، الصين، خرجوا من حرب عالميه انهكتهم، قتلت الملايين ايها الاخوه، لكن في فتره قصيره من الزمن قفزوا قفزه نوعيه رهيبه، ابدعوا وصنعوا وابتكروا واخترعوا ووصلوا القمر، وسيصلون الى ابعد من ذلك بالعلم، مش بالهبل، مش بالجهل، مش بالتخلف، مش بان نكون رهانا للتاريخ. قبل 2000 سنه حصل كذا، بعدنا عايشين في ظل 2000 سنه، فلان اخذ من فلان كذا، حرب طاحنه، اجتماع بين اسفي قدام. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا زوال الدنيا، شوف الدنيا يقول لناس يتكلمون عليها، لا زوال الدنيا اعظم عند الله من قتل مؤمن ظلما. واحد، شوف كم واحد يقول ظلما لله. لو نبرر المشكله اننا نبرر افعالنا، مش قال تعالى وقال رسول الله. يا سيدي، يا عمي، يا محترم، يا اخي افعل ما تريد، لكن لا تجعل الدين سترا لك، لا تجعل الاسلام قنطرة تعط عليه لما تشتهي. عيب، عيب والله، استغلال الدين هذا استغلال بشع. خلي الدين بحاله، قل انا افتي من هواي، كل احترام لك، انت حر تبغض اسمك، لكن لا ترتدي عباءة الاسلام وتبرر سفك الدم وقطع الرؤوس وقتل الناس بشكل عشوائي، فإن النبي فعل والإسلام شرع وقال تعالى وقال رسوله وفعل الصحابة الفلاني وحل يا حلال. لا في حل أيها الإخوة، في ظل يوم الأرض اشتغل، انتج، ارتزق، انتبه لمصلحتك، ازرع في الأرض ولو نبتة ولو فسيلة ولو شجرة ولو زيتونة، علم صغارك أن يعشقوا هذه الأرض، اربطهم ارتباطا مباشرا بها. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ علمنا تعليما غريبا عجيبا، قال إذا قامت الساعة، يعني خلص نفخ في الصور وقامت المشاهد كلها، وفي يد أحدكم إيه؟ فسيلة نبتة صغيرة فليغرسها. طب يا رسول الله قال من الغيابة، مش مهم العمل حتى آخر نفس، فإن له بذلك أجر. الله أكبر، أي نبي ما أعظمك يا رسول الله. القيامة تقوم، بعثرت من في القبور، حصل ما في الصدور، تناثرت الجبال، انكدرت النجوم، وفي يدك فسيلة يغرسها. نعم،
ارتباط وثيق في الأرض، في الشجر، في النبات، ولو في آخر نفس من أنفاس الدنيا، حتى في الحرب النبي احترم الشجرة. اللهم صل على النبي. هاني عن الرحمة، مش قطع روس، مش أمر أن يقاتل الناس، لا والله ما أمر أن يقاتل الناس، أمر أن يقاتل من يقاتله دفاعا عن شرف الأمة وعن الدين فقط، لا حبا في القتال ولا حبا في سفك الدماء. وقاتلوا وفاعلوا، يعني قلنا لك نفسه الذين يقاتلونه. لكن انسان امن في بيته حتى لو مش عدينا، حتى لو يعبد بت، الله عز وجل شو يقول؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم. شو تعملوا معهم؟ انت بروهم، شوف انت بروهم، وتقسطوا إليهم. ليه؟ إن الله يحب المقسطين، على إطلاقها يحبك أن تكون مقسطا، يعني قصر قمة العدل والإنصاف، على إطلاقه. شو ما يمنع مسلم أو غير مسلم، الإنسان مسالم يستحق الحياة الكريمة ويستحق أن يعيش بشرف، ودينه حر ويختار ما يشاء. لو اختار أن يعبد حجرا لا نرغمه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لكن ألا يعتدي علينا ولا يظلمنا ولا يصادر أرضنا ولا يغتصب عرضنا. عندئذ لا بد أن تقف مدافعا، لا معتدا ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. هذا ديننا، هذا فكرنا، هذه فلسفتنا في الأرض، في البشر والحجر والشجر. أو كما قال: ادعوا الله وأنتم موقنون به. الحمد لله، الصلاة والسلام على حبيب الله محمد سيدنا وكنزنا وعزنا وتاجنا ونخرنا، من هو أعز علينا من الآباء والأمهات ومن الأولاد والزوجات. نحبك يا رسول الله، لأن الخير الذي نعيش فيه أجره الله على يديك. فلولاك ما كان شيء، لولاك ما صمنا ولا صلينا ولا ركعنا ولا سجدنا ولا عرفنا. أنت الدلال، يا من دللتنا على تجارة تنجينا من عذاب أليم. لله دربك يا أبا القاسم. جزاك الله عنا خير ما جزى الله نبيا عن أمته، ولا فرقنا الله عنك لا في الدنيا ولا في الآخرة يا حبيب الله. أيها الإخوة، أيها الأحباب، المسلم لا يكون مسلما، المؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا تناهى وتناهى وتفاعل وانسجم مع لغة الأرض والجمادات، لأنها لغة التسبيح. ألم يقل الله عز وجل: وإن من شيء، من الإطلاق مش للطبيعة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. الشجر، الحجر، الوبر، التراب، الجبل، النهر، الماء، كل شيء من حوله، كيف لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب على جذع نخلة مجذوذ مقطوع يابس فكثر الناس، فأراد بعض الصحابة أن يرتفع، فقالوا: يا رسول الله، حتى يراك الناس هلا صنعنا لك منبرا من خشب؟ قال: افعل. فصنعوا ثلاث درجات من خشب يصعد عليها ليبرز، لأن الناس كثر. فلما جاء فصعد المنبر وترك الجذع مكانه، جعل الناس يسمعون أنينا بكاء، ايش يبكي، ايش بيئن، أنينا حزين، فجعلوا يلتفتون: من؟ فنزل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجذع، وإذا بالجذع يئن.
جذع مجذوذ يابس الذي لا حياة فيه كما نعتقد، لكن عنده حساب في حب النبي عليه الصلاة والسلام. يئن فاحتضن النبي وربت عليه، قال يا رسول الله جذع يئن؟ قال يئن فراقا لي، والله لو لم احتضنه لظل يئن حتى تقوم الساعة. والذي حن الجذع اليابس اليه، والرب قد سلم عليه، والبعير قد تذلل بين يديه صلى الله عليه وسلم. هذه النعمه، هذه الرحمه، والله لا نزل المسلمين ولا مؤمنين حقا ان لم نكن رحمه للخلق كافه، بل حتى للجمادات، للشجر والحجر والبشر بالتالي. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، توفنا وانت قاضٍ عنا، فرج كربنا، يسر امرنا، فقهنا في الدين. يا رب فقه المسلمين في دينهم، دعوناك كما امرتنا، استجب لنا كما وعدتنا.